هتقول لي مثلا كذا، هتقول لي ده برونك سباز، هتقول لي ده برونكال بريدنج فقط، هتقول لي ده هتقول لي ده كريبيتيشن بس. هو ده السؤال. خلاص امشي. اديك الله. مين اللي النبي كان اذا يعني هو انت حظك مش عارف. لا صحيح والله، لانه اخاف يجيني دكتور ثاني. يا اخي ما تخافش والله، ما تخافش. وبعدين لما بيحصل في مشكله، القضيه قضيه ثقه. المشكله لما بيحصل في مشكله احنا بنعالجها، لان بنبقى عارفين انت في سنه ثانيه. معك الحين سنه اولى ما عالجت مشكلتي. لا ازاي، مين قالك الكلام؟ كيف عند الدكتور حسين؟ مين قالك الكلام؟ انا اقول لك اخر اسئله. لو انا بقول لك مش، لو انا بقول لك ما حصلش هذا الكلام. والله انه حصل والى الحين ما تعدلت. وتعدلت. مين قالك هذا؟ ورب المصحف ما تعدلت. لجنه حسين كلها تعدلت. ها؟ وبس نادي. امال امتى؟ السنه الماضيه سنه اولى. خلاص لكن احنا تدخلنا السنه دي في كل المجال بتاع الكلينيكال وعدلناها، لان طبعا كان الضغوط كثير. هذا كل شيء، هذه كولكشن نجيبها يوتيوب بسيط ومحدد اللي مقاطعهم به سماعه هذا كبير. روح حمام بس نفسه عليها هرج واحده ذي الناو والوش. دعوه اتركوا في الحاجات دي لسه تاخذها في الكلينيك ان شاء الله. اهم حاجه التكنيك بتاع الفحص زي ما احنا علمناه، زي البس السماعه، احط السماعه فين، اسمعين في البرونكل، اسمع فين الفيزيكولار، فين بمعنى فيزيكولار، ايه معنى برونكل. لما هو الصوت يسمعك صوت واحد او صوتين في الاخر كده في اخر الحس. طب ايه دواء برونكل ولا فيزيكولار؟ في الهارت برضه في ميرمر ديستوليك ولا دايستوليك؟ الحين دكتور محطه الساوند الهارت ساوند هي نفسها محطه للبالبيشن ولا هذه غير وغير؟ دي حياتك كل حاجه عندك اربع محطات. ايوه بس على الشيست واثنين على الهارت. بس لما الاوسكالتيشن قلنا يعني مش تركز على الشريط، حد شراكه واحنا ندوله تعليمات بكده، يعني احنا نقول له الدكتور اللي جاي نقول له لا انت اهم حاجه التكنيك بتاع الفحص. بعد ما يخلص خالص يساله سؤالين بس على ايه الصوت اللي هو البيرفكت اللي هو اللي اكثر شيء الاغلب يعني. لا 90% 80% او 90% على الفحص، طريقه الفحص، هنحط السماعه فين واسمعين، وهنا تسمع برونكل وفي الفيزيكولار فين كده يعني. لما التعليم من الاول واضح. لما التشخيص انت ما اجل كده لازم توصونه، لازم توصونه. ما درستش ميديسن ولا جراحه ولا اي حاجه، اجل لازم يوصل. احنا عاملين حاجه بس عشان تبقى تطبيق على الكلام. صح يعني ما اقول لك برونكل لازم تعرف ايه برونكل، ما معنى برونكل وين النورمال وين الاب نورمال يكون. ايوه ده المهم. وليش اسمع البرونكو؟ ليش وقت بدل ما احفظ الاصوات ديت ومن غير ما نفهمها اسمعوا فين بس؟ انتوا فاهمين اصلا هي ايه؟ مش ليه؟ ما فيش حاجه اسمها انت عموما ليش وما ليش موجوده بالمقطع يعني كل شيء. طلب الاسباب، انت لسه في سنه ثانيه. المشكله حقين الميديكال. لا ما هم فاهمين ليه؟ حقين الكلينيكال، حقين الكلينيكال يسالون اشياء. يعني انت ما تقولش مثلا دي نيمونيا، قول هنا كونسوليديشن. مثلا. بس انا مش مطلوب انا شخص نيمونيا دلوقتي. فاهمين يا شباب؟ ايوه قول هنا في ميه، في ماس. يبقى انت كده ممتاز، ما هو ده الاساس. بنأسسك لما تروح للكلينيكال بقى عندك التأسيس، تعرف بقى الحاجات دي اسمها الابنورمال تبقى سهله. حتى في الهارت برضه حاجه كده اي اف، حاجه يعني حاجات واضحه جدا يعني مش عايز كلام. مرمر واضح جدا. دكتور هون اثنين على الاشرطه، في اثنين معلمين عليهم اللي هو التشست وفي الهارت معلمين عليهم. ولا بنقول تاني ما تضيعش وقتكم في دولي خلوهم جزء من المحطه، لكن اساس المحطه كلها بتاع التكنيك بتاع السمع. يقول لك اسمع الولد، تلاقي عندك واحد زميلك نايم ويقول لك اسمع العرش، اشوفك بتحط السماعه فين؟ على المايترال على المايترال على المايترال هنا انت بتسمع هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه؟ اماكن نسخه جديده تسمع بالكون ولا بالدفتره؟ مش عارف انت بتسمع للصوت ده؟ ده ايه؟ تقول له مثلا يعني ما يختبرني دكتور اصوات يجيب لي صوت يقول هذا وش دورك في الاخر؟ هذا هو بيتسي ولا شفت يا احمد الكلام العظيم ازاي؟ ممتاز جدا جدا من سنه اولى لو انتوا سمعتوا كلامه وجبتوه عندنا كنا في ورك شوب في عليزة اللي هو مدرسه رايت ستيت في امريكا شغالين من ده. قلت له احنا شغالين من بس يختلف بس كنت بالتشست بادي بوستيريو بس انتيرير اخر شيء ما مشكله بس مينلي بوستيريو حاطه ما مشكله. المهم انت في النهايه بس احنا متفقين معاه ان احنا ايه نخلص الانتيرير مثلا خالص انسبكشن بالبيشن بنروح سواء بدات بالبوستيريو او انتيرير ما فيش مشكله بس هم يعني ايه واضح يا ولد؟ اه يلا حاجه شكرا دكتور اكتب انا اي معلش انا شوف هذا تشيس ليش شفتم محرومين يا اولاد؟ ممكن اسمعهم؟ الناس كلها عرفت؟ اه انا عايزهم بقى يروحوا يقابلوا الدكتور هاني يحاولوا بكره يقولوا لهم لو حد منهم قبل الدكتور هاني كان حد عنده ظروف
ويسمح له يخش او حتى يدخله في الدور الثاني لازم ينحنى. لان المن مصيب من مصيب يتعطل سنه ولا سنخش. اذا كان هم يروحوا مثلا دكتور هاني مثلا يشوفوا اي ظروف ولا يشوفوا اي حاجه يقول له مثلا يدخله في الدور الثاني بالسيف. انا الدور الثاني بتعمل قبل ما نروح ولا بعد ما لكن عندي مشكلة مرة من قدام مرة من قدام مرة من قدام أقدم من عندهم إذا لهم مثلا يخشوا الدرجة يمكن إذا لهم يخشوا ما يسكتوش يعني الهدف نوع ما يسكتوش لأن حرمان معناها ضياع عليك ست شهور على كلام وده الدلع بتاعهم يعني واحد بسأله يقول أنت منين يا ابني كنت عايز يقول له مثلا أنا من بلد بعيد أنا من بريد طب عندك ظروف امك عيانه ولا حاجه ولا لا ما بتحضرش لك كسل كده عايز اقول اي حاجه يقول لك لا ما عنديش ظروف ما بتحضرش لك كسل طب ده انا اعمل له بقى هذا بيقاس اعمل له بس قول لي يعني خلاص كسل خليك مكسل واهدي بالنسبه لبعض الاحيان ان الامتحان في المهاره بس يعني انت في سنه اولى وثانيه الامتحان بالنسبه لك بالنهالك مهاره بس خد حتى يعني يعني كيف يعني يعني احنا قلنا لهم يعني احنا قلنا لهم انا عايز اشوف مثلا الترابيز تاخد بالك اروح مديله الكانيولا او اروح مديله السرنجه واقول له اعمل انا ما بتكلمش خالص اعمل لي المهاره في بعضهم ايوه اللي بيحصل ايه بقى يا حاتم اللي بيحصل مثلا انا بقى قدامي دقيقتين فاضيين هقعد اتفرج على جمالك تقبلك انا خلاص اديتك الدرجه او اروح سالك مثلا ايه اقول له رد حد ده شاطر مثلا لا تسالني لا تسالني طيب ايوه انا 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 هقعد اسالك على ايه ايوه هسولف معاك لكن واحد تاني يقول لك لا يقول لك انا بدرب معاك ده مش معناه انه خصم من الدرجه حاجه تدري شو المشكله انت الغامي اذا عطاني 10 درجات وسالني شيء بيسك لا مش هسالك لا هو المشكله راح يخصم بالعشره دي قلنا لهم قلنا لهم المهاره هي الاساس في التكنيك طب دكتور حضر طب حضر فين ما عايزين نحضر حضرنا بسرعه الوقت بس نبدا عايز تبدا ايه قول له عايز تبدا ايه اللي عايز اهم شيء ريان اهم شيء هذا كله يعني طيب وحد يطلع ينام دكتور احمد بعد انك بس عشان الكاميرا اهم شيء ركز على الكاميرا لا بلا الكاميرا مش محتاجه انا اقول لك يعني اولا بيحصل فيه ميستيك فظيع جدا من انت جالس احيانا دكاتره كتيره جدا بيروحوا ساعه قبل الامتحان اللي كان عنده الطالب اللي كان عنده يروح مغير يروح مغير دي خلاص بقول لك خد يا احمد اسمع لي الهارت تروح انت بساعدتك واخد الهيئه واخد الابتدائي ده وابنك وسام هنا الفيرست ستارت سام واسمع هنا الفرق لا سامع حاجه ولا مهبل طبعا ده بيقول دي بقى امبريشن حتى هو مش هيسالك بقى ويقول لك سيب اعمل زي ما انت عايز خلاص لكن الحركه اللي انا بقول لك عليها دي في الاول لما تعملها دي بتاخد لها درجتين او اربعه تبقى لوحدك من غير حاجه خالص بتروح ماسك بتاع كده خلاص وتروح حاططها في جانب وتروح ايه عاملها كده وموضبه بحيث ان هي تبقى ايه داونورد اند ميديال ماشي الحال وتروح حاططها في ودنك بقت ويل فيتد وتروح ايه عامل الحركه دي كده من تحت انت مش سامع خلاص تروح ايه مغير تكون كده بقيت سامع الحركه دي خدت على اربع درجات طب لو جبت كنت حطيتها في ودنك نعم جيب سماعه معايا جيب سماعه في هتلاقي سماعه موجوده هات سماعه بتاعتك لو عايز لكن غالبا هتلاقي في سماعه موجوده خلاص انت حطيت السماعه عملت الحركه دي انت كده خدت اربع درجات من غير حاجه خالص خلاص اقول لك اسمع لي الفيرسر ساوند مثلا تسمع الفيرسر ساوند فين الهارت ساوند لها تو كومبوننت مش كده في الايه الاورتو كومبوننت والايه والبلمونري مش كده سوري الفيرسر ساوند اسمع عند الايبكس مش كده اقول لك اسمع لي الفيرسر ساوند تروح حاطط سماعه عند الايه عند الايبكس خلاص اقول لك اسمع لي الاورتو كومبوننت اوف ذا سكند هارت ساوند يبقى تحطها على الايه على السكند ليفت بارسترنال اير اتنين وسان من الايه سوري من الرايت من الاسترنال اقول لك اسمع لها البلمونري سايت تروح حاططها على الحيط تعمل ايه تريكاس وتروح حاططها لانك انت مش مطالب ان انت تسمع تقول لي دي كذا
والابنورماليتي اللي موجوده كذا، انت لسه في سنه ثالثه، جاست ان انت عارف تحط السماعه في الحته الصح. تاخد بالك؟ ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للهارت. يبقى هنسمع الايبكس، هنسمع الايه؟ الاورتيك اريا، هنسمع البلمونري اريا، هنسمع التراكاسمال اريا. خلاص؟ واروح مشغل صوت زي ده كده، عندك اربع صوت موجودين، اقول لك الصوت ده ايه؟ هتقول لي ده مثلا ايه؟ ده بانس ستوليك ميرمر. ده دايستوليك ميرمر. ده الايجاء الفيرست هارت ساوند. ده السكند. خمس ست اصوات موجودين على بتاع متعلمين، مفيش غيرهم. ما بيطلعش بره الحاجات اللي متعلمها اللي موجوده على الشريط. واضح ولا مش واضح؟ سهله؟ ها؟ هو ده اللي مطلوب منك. القصه دي بتاخد منك حوالي ما يقرب من 3 4 دقايق في الستيشن. ماشي الحال؟ مش هيسالك اي حاجه خالص بره الايه؟ وخاصه في الحاجات الكومبليكيتد دي، يعني ممكن يسالك شويه في الايه؟ في الانترافينس، ممكن يسالك شويه في الايه؟ في الانتراماسكولار، على اعتبار ان هي حاجات بيزك قوي. لكن بالنسبه للهارت انت لسه ما خدتش كلينيكال. انت ما خدتش حاجه. جاست ان انت عارف تحط السماعه فين وتحطها صح ازاي. خلاص؟ يبقى لازم الاول متاكد ان السماعه دي شغاله. اقول لك مثلا طيب افرض لو انا لو الفيرست هارت ساوند انا مش سامعها كويس اعمل ايه؟ اروح مغير بالكون، اروح حط الكون ومش عارف ايه. افرض عايز اعرف الكاركتر بتاعت الفيرست هارت ساوند، دي كلها بيزك، اروح برضو مغير الكون وسامع بالكون عشان اقدر ايه؟ اقول ان الفيرست هارت ساوند وضعها كذا 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 كذا. خلاص؟ التكنيك نفسه، لكن الاسباب والمسببات انت مش مطالب بيها خالص. الدياجنوستس انت مش مطالب بيه خالص. خلاص؟ ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للهارت. نيجي بالنسبه لللانج. اللانج ايه الاصوات اللي بنسمعها في اللانج؟ ايه الاصوات؟ بنسمع الالفيولا بريزنج، الالفيولا بريزنج او الفيزيكولار بريزنج. نسمعه فين؟ مع عدا يعني لو حطيت الدايفرام بتاع الايه؟ بتاع السيسكو في اي مكان تسمع الفيزيكولار بريزنج مش كده؟ طيب اسمع برونكل بريزنج فين؟ على الابريم. طب اسمع التراكيال بريزنج فين؟ على التراكيال. تحط على التراكيال او تحطها على جنب كده وتقول خد نفس. عايز تتاكد ان ده تراكيال بريزنج تقول خد نفس جامد قوي. لا بدا يحصل فيه هارشنس اوف ديفايس. خلاص؟ لكن تحطه كده وتقول تنفس عادي. ادي تراكيال بريزنج مش كده؟ البرونكل بريزنج هتسمعها فين؟ على الابريم. على اي ان فرونت اوف دي فرونت اوف دي تراكيال في حته دي كده او على المانيبريم مش كده؟ طيب ده لو كان في ابنورماليتي هتبان. ماشي الحال؟ من الحاجات اللي بتغلطوا فيها جديد دايما انك انت تحدد السايت والدايفرام. دي حاجات بيزك. يقول لك انا عايزك ايه؟ تعرف لي مكان الدايفرام في العيان ده اللي هو اسمه التايدل ايه؟ بركشن. اسمه التايدل بركشن. بعمله ازاي؟ بروح جاي من فوق لتحت وده اللي اعمل ايه؟ اعمل بركشن لحد ما تيجي حته ضلمه. اقول له خد ديب انسبيريشن. خلاص؟ اقول له ديب انسبيريشن. هلاقيه نزل ولا ما نزلش؟ وقت نازل حتى المسافه دي تقريبا تبقى كام سنتي؟ 6-5 حوالي ما يكون 5-6 سنتي. ده كلام بيزك. تطلع واحد تاني يقول لك ده قال لي اعمل التايدل بركشن وقال لي قول لي المسافه كام. ده بيزك. ده مش مطلوب منك ان انت ده نورمال كونديشنز. الدايفرام بيتحرك اب داون وورد. لازم تكون عارف هو طالع ونازل ليه. تاخد بالك ويتحرك بمسافه قد ايه. لان لو حصل فيه مشكله هتعني ابنورماليتي. الابنورماليتي دي انت مش مطالب بيها. ماشي الحال؟ والاصوات اللي موجوده على الايه؟ والاصوات اللي موجوده على الشريط. ثلاث اربع اصوات موجودين برضه. الاصوات اللي موجودين بتاعت اللنج تبقى واضحه جدا. عايزه بس تمرين اكتر من يعني مره ثلاث اربع مرات عليها تبقى سامع ان ده فيزيكولار بريزنج، ان ده برونكال بريزنج، ان ده هويز. ها؟ انك لازم تبقى عارفهم لان الغلطات فيها غير مسموح بصراحه. يعني ممكن نتجاوز معاك في الهارت. يعني ممكن في الهارت نتجاوز لان الايه؟ ممكن واحد يبقى اخصائي قلب والامور تتلخبط عليه نتيجه العوامل كتير جدا. لكن اللنج لا. اللنج لو برونكال بريزنج بيبقى واضح، لو فيزيكولار بريزنج بيبقى واضح، لو ده هويز يبقى واضح. خلاص؟ فلازم تبقى ايه؟ تبقى عارف كويس قوي الاصوات اللي بتحصل فين؟ اللي بتحصل في اللنج. لكن بالنسبه للهارت زي ما انا بقول لكم ممكن ايه؟ ناخدها ايه؟ برودلي كده من غير ما يبقى في كونسنتريشن على حاجه على اساس ان الاخصائيين نفسهم بيتلخبطوا في الايه؟ في الاصوات بتاعت الهارت. ماشي الحال؟ ها ايه تاني عايزين تسالوا فيه؟ لو ايه؟ لو انا عايز اعمل كومنت على ساوند، لو انا عايز اعمل كومنت على ساوند واشوف الكاركتر بتاعته ايه. خلاص انا شفت، انا سمعت الهارت ساوند فيرست هارت ساوند بالايه؟ بالدايفرام. تمام؟ عايز اعمل كومنت بقى على الساوند نفسه. هل هو هاي بيتش؟ هل هو البيتش؟ هل هو ديفيوز؟ هل هو لوكالايز؟ هل هو اروح داخل بالكون حاطط الكون عشان اقدر اسمع اكونسنتريت على الساوند واقول الكاركتر بتاعته 1 2 3 4. بس ايه الكاركتر دي؟ مش لازم تعرفها، بس عشان اعمل كونسنتريشنز على الكاركتر بتاع الساوند اللي انا سمعت اروح حط الكون بتاع الايه؟ بتاع الدفر. ماشي الحال؟ ها ايه تاني؟ ايه اللي قلقكم؟ قولوا لي ايه اللي قلقكم واحنا نحلها، مفيش مشكله. لو واحد دخل الامتحان وحس ان هو اتظلم
يقيل. تاخدين بالكم؟ لو دخل الامتحان وحس ان هو بس يبقى ظلم حقيقي، يبقى ظلم ظلم حقيقي، حس ان حد غلس عليه في الامتحان يقيل، وانا هتصرف. واضح ولا مش واضح؟ خلاص؟ بصفتي نائب رئيس قسم المهارات. مش بصفتي، ايوه. وانا عارف اللي بيحصل ايه، وانا عندي القدره، بس ما تسجلش بقى، ان انا اتخانق واعمل مشكله عشان خاطرك. انا عندي القدره، انا يعني، لان عارف انتوا المطلوب منكم ايه بالظبط، انا مستعد اتخانق عشان خاطرك، لان في ناس بتيجي تتشطر. انتوا لسه طلبه لابسين بامبرز. يعني لسه مش هتلعب بامبرز الا بعد سنه ثالثه ان شاء الله. لما تلعب بامبرز بقى خلاص يبقى منهم، لما تروحوا لهم هناك في الكلينك اعملوا ما عايزين. انا مستعد اجيب حد من بتوع الكلينك دلوقتي او امسخره قدامك. ده مش شطاره، في بي في في ليفلز، في واحد مستواه، كل واحد مستواه تخصص. ده مش صح يعني، مش صح يعني. انت ليفل مفروض انت في سنه اولى وثانيه وثالثه، وده الكلام اللي كنت انا كنت عامل اجتماع مع طيبه من كام يوم كده، وقلت له هذا الكلام، قلت له انا هدخل للناس واقول لهم هذا الكلام، ولازم يسمعوا هذا الكلام، لان احنا اللي عارفين الطلبه ايه وعارفين ندرس للطلبه ايه. الطالب ده مش مطلوب منه الا انه يعمل المهاره، حاسبه على المهاره زي ما انت عايز. قول له انت الحقنه ها، واديني انت ماسكر، لو حطها في حته غلط اديله صفر بس. لكن ما تقولوش بقى ايه بريكوشن، ايه مش عارف ايه، طب لو دخلت مش عارف تعمل ايه. لا، هو ما عارفش الكلام ده خالص. هو عارف ان ساتك نيرف اصلا، يعني هو عارف ساتك نيرف ده بتاع ايه اصلا، ولا موجود فين. قول له ايه، قول العظمه دي ايه في سنه اولى. يقول له العظمه دي يا ابني لما بتيجي تحط ايدك على تقيس الريديال بالز بتحط ايدك فين. يقول له هنا بس، انا مش عايز منه اكتر من كده. لكن ما تقولوش دي اسمها الريديس ماسل، لان هو لسه ما عارفش الريديس ماسل فين. طب لكن انا بحط ايدي هنا، بحطها ازاي يا ابني؟ بحط ايدي كده وبعمل ايه، بشوف بالبيت، بشوف. حلو قوي، كويس قوي ان هو يعرف يعمل المهاره. انت بتقول له ما فيش حاجه كتير ان شاء الله باذن الله. ايه تاني؟ شكرا. حد عايز يعني، حد عايز يطلع ونعمل عليه الحاجات دي لو عايزين، ولا انتوا مستكفين وخلاص ونمشي على كده زي ما انتوا عايزين؟ انا مش محمد. طب معلش، الاس جي مش مطلوب فيه؟ الاي سي جي غالبا يا احمد، غالبا الاي سي جي هيجيب لك نورمال اي سي جي، وبعدين هبتدي اسالك في الويفز، هبتدي اسالك. يا باشا يا سلام، ربنا يكرمك، الله يخليك، شكرا جدا. الله يخليك، الله يخليك يا دكتور. غالبا هيجيب لك نورمال اي سي جي ويسالك في النورمال ويفز، الويفز دي بتاعت ايه والويفز دي بتاعت ايه، عاوزين بتهيألي تعرفين. ودي قد ايه كميه، يعني تاخد قد ايه من الوقت، خلاص ديوريشنز بتاعت الايه. طيب الابنورماليتي واضحه قوي، يعني مثلا لو الاقي في اي سي دي سيجمنت اليفيتد او اي سي دي سيجمنت ديبريست، دي حاجات واضحه. لو مثلا في اي اف اتري فايبريليشن تبقى واضحه قوي، عامله زي بتاع المشرشره دي بتاعت، واضحه قوي يعني، حاجات فيري كومن. لكن مش هروح اجيب لك مثلا ايه رير سوبرا فنتريكولار تاكي كاردي مثلا، خلاص، او مثلا اتريال سيستول واضحه لوحدها كده في النص، هيجيب لك الحاجات الفيري كومن. ممكن يجيب لك نورمال اي سي جي ويبتدي يسالك على الايه، على الويفز، الويفز نفسها دي بتاخد قد ايه، طب ايه السيجنيفيكانس بتاعت الويفز دي، طب لو طالت الويفز دي ده معناها ايه، طب لو قلت الويفز دي معناها ده، دي كلها نورمال فيسيولوجي خلاص. والحاجات الاب نورمال قوي بس. نعم. مال جي بي هتعمله ازاي؟ المهم تقيس الجي بي ازاي، تنيم العيان 45 درجه وتقيسه ازاي بس، يزيد امتى ويقل امتى، برضه ده للشاطر قوي. ودي ممكن تكون مش اكتر من درجتين من الدرجه الكليه، يعني لما ليك ماشي معايا قوي بتاع الكلام ده يقول لك ده بيزيد امتى ويقل امتى ويتغير امتى، خلاص. لكن ازاي تقيس الجي بي شاطر؟ ايه تاني؟ الناس. يا دكتور النوز، النوز دي بصراحه انا ما يعني ما شفتهاش قبل كده، ما عملتهاش، بس غالبا الامتحان كلها طاهر، فما فيش مشكله فيه خالص. دكتور طاهر هو الامتحان. ماشي الحال؟ برضه في الاخر انا بقول لكم اهو، لو حد عنده اي مشكله حس ان هو في مشكله بعد ما يخلص الجيم ونحلها لكم ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك دكتور.